راديو نيل. حلو الكلام النهارده، والمقوله اللي معايا بتقول اعمل بذكاء وليس بجهد. طبعا الذكاء مش معناه ان انت مش هيبقى فيه مجهود، ولكن لو شغلت مخك في ايا كان الشغلانه اللي انت بتشتغلها هتبقى بتعمل مجهود اقل وبتطلع نتائج اعلى وبتحقق التارجت بتاعك بكواليتي. عارفين الكوت اللي بتقول لك اتس اول اباوت كواليتي نوت كوانتيتي، ان الكواليتي بتاعت شغلك اهم من الكم. احنا عايزين طبعا الاثنين، ولكن برضو ان تبقى بتعمل شغلك على اكمل وجه ومطلع كواليتي مش اي حد تاني بيعرف يعملها، دي محتاجة برضو سنة ذكاء. اي حد بيسمعني دلوقتي حالا، لو انت بتشتغل في اي مجال كان، لو بصيت على زمايلك في الشغل هتلاقي في ناس اللي بتقال عليه مصطلح يعني حمار شغل، مش لاقي مرتاح تاني اقول، بس هو بيتقال عليه كده، اللي هو بيموت نفسه في الشغل، 24 ساعه بيشتغل طول السنه، بيشتغل ما بياخدش اجازات، بيتاخر بعد الشغل مواعيد الشغل العاديه الرسميه ويقعد بالثمان ساعات زياده، ويا دوب بيخلص شغله، يعني ما بيعملش حاجه اكسترا، وتلاقي في نفس الديبارتمنت معاه زميل ليه تاني بيشتغل عادي جدا اللي هم الثمان ساعات بتوع اليوم، وبعد كده عارف يوازن ما بين شغله وما بين البيت، وبيعمل نفس التارجت، ويمكن ساعات كمان بيوفر اتشيف، بيعلي بيجيب فوق التارجت بتاعه بس بمجهود اقل وبحرقه اعصاب اقل، وتبقى انت قاعد مستغرب ايه ده يا عم، ازاي ده بيعمل كده، وازاي ده بموت نفسه كده، وفي الاخر النتيجه تقريبا واحده، ويمكن كمان التاني اللي بيعمل مجهود اقل تكون الكواليتي بتاعت شغله اعلى كمان. هو ده مربط الفرس، وهو ده اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه النهارده في المقوله بتاعتنا، اعمل بذكاء وليس بجهد، ما تضيعش مجهود على الفاضي او ما تعملش افورت على الفاضي. طب يعني ادينا اكزامبل كده سويلم صغير، انت قصدك تقول ايه؟ انا هديكوا اكزامبل حصل معايا انا بشكل شخصي، خلاص مش عشان اقول لكم ان انا يا نهار ابيض انا بطل العالم، بس عشان اقول لكم قصدي انا بتكلم على ايه، وانتوا بقى كل واحد يسعني يبعت لي فويس نوت على الواتساب بتاعنا، او يبعت لي مسج على 1053، او يكلمني في الاستوديو على 3835316 يحكي لي عن تجربته الشخصيه. قول لي انت مجال شغلك عامل ازاي، وهل انت من الناس اللي بتشتغل فيه بذكاء ولا بتعمل مجهود زياده عن اللزوم؟ انا في فتره ما من حياتي كنت بشتغل في السعوديه سنه، وكنت شغال في الـ FMCG، يعني شغال في الـ في الـ في الـ في السيلز، في السلع اللي بتستهلك بشكل قوي، كل السلع الاستهلاكيه، وكنت ماسك المنطقه الشرقيه في السعوديه كلها، ماسك الخبر والدمام والحسا وابكيك وصفوه وقطيف وراس النوره، وكان بيبقى عليها تارجت بيعدي يمكن ال 26 مليون ريال سعودي في الشهر، حاجه كده مرعبه، وتحتيه اوتلتس اللي هي الهايبر ماركتس الكبيره جدا فوق ال 40 اوتلت، خلاص. فكان بيبقى معايا تيم اسمه مرشندايزنج تيم، التيم دول مجموعه من الشباب الجمال اللي بيبقوا مسؤولين ان هم يلفوا على الهايبر ماركتس الكبيره اللي في المنطقه دي بال 40 وال 50 فرع، ويتاكدوا ان البضائع او الاس كيوز بتاعه الشركه اللي انا بشتغل فيها موجوده بكميه كافيه، وان الاستوكات في المخازن موجوده بكميه كافيه، وان لو على الشلفز بتاعه السوبر ماركتس في اي منتج ناقص لازم بسرعه يبلغوني عشان نعمل اوردر مع الهايبر ماركت الكبير ده ونحط مكانه تاني عشان ما يبقاش الارفف فاضيه من البضائع بتاعتنا. فانا كان بيبقى عندي تارجت مرعب جدا وكبير جدا، وكان معايا في الشغل صديق ليا وزميل ليا، وما اعرفش هو سامعني دلوقتي ولا لا، اسمه ياسر فهمي، احنا الاثنين نفس الشغلنا في نفس المكتب، وكمان كنا ساكنين مع بعض في نفس الكومباوند، يعني بنرجع في الاخر في نفس اليوم نفس البوزيشن ونفس كل حاجه، انا ماسك حوالي 30 40 هايبر ماركت وهو نفس الكلام. ياسر كان من الناس اللي بقولك عليها دي، عمر شغل بيصحى من 6 الصبح ويقعد يرجع بعديها ب 8 ساعات، ويعني موت نفسه لحد ما شعره ابيض. انا قلت لا يا عم، انا اجيب التارجت بتاعي ولازم يعني اشتغل بذكاء شويه، فكنت بعمل حاجه حلوه جدا بيني وبين المرشندايزنج تيم، التيم الجميل اللي كان بيشتغلوا معايا والمسؤولين ان هم يلفوا ويعملوا كده، بيني وبينهم عملت لهم زي بونس سيستم، خلاص يا جماعه اللي هيلف على عدد معين في الشهر من السوبر ماركت ويجيب لي الريبورت زي الفل والدنيا تمام، ولو في اي نواقص هيملاها، انا مني بيني وبينكم بشكل شخصي هعمل له بونس وهياخد مني رقم كذا اكس من المرتب بتاعي انا شخصيا. ده عمل ايه؟ والله العظيم كان معايا شباب بياكلوا الزلط، بقوا شغالين زي خليه نحل، وكل السوبر ماركت اللي احنا كنا ماسكينها كان مفيش يعني منتج واحد ناقص من عندنا، عشان كل واحد عينه على الريورد وعارف ان انا مش هضحك عليه، فبقينا اوفر اتشيف، بنجيب التارجت بتاعنا اللي هو بملايين، يعني حوالي 26 مليون ريال بنخلصه قبل يوم 18 في الشهر، واقعد انا بقيت الشهر يا باشا برنس، انا معدي التارجت بتاعي وقاعد على البيسين في الكومباوند بتاعنا، وياسر قاعد في الشمس بيشتغل ليل نهار ليل نهار وبيجيب التارجت بتاعه، بس بعد ما بيكون طلع عينه وشعره ابيض.
ده كان اكزامبل صغير على ان انت تشتغل بذكاء وتجيب التارجت بتاعك بس بمجهود اقل من غير ما تموت نفسك. بمعنى تموت نفسك قيس عليك انت بقى وعلى نفسك نفس الفكره، وبعت لي مسج على الهواء على 1053 او بعت لي فويس نوت، انت بتشتغل في شغلك بذكاء ولا بتعمل مجهود زياده جدا عن اللزوم وبتموت نفسك؟ وريت حد يطلع معايا ويحكي لي كمان قصته.